نعيش مع حديث 18 بعد 800 و1000. فنسمع، اقرأ يا عبد الخالق. عن ربعي بن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. انظر ماذا أراد. قال له: حدثني ما سمعت. لا أريد أن تقول لي حدثني فلان، مع أنه لو حدثه فلان فهو صحابي ثقة، لكنه أراد بهذا أن يعلو في الإسناد وأن يعلو في السماع. قال: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما قال له: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يريد أن يعلو بالإسناد. وهذا أفضل شيء في طلب العلم، أن تبحث عن الإسناد العالي. حتى في الأخبار الدنيوية دائما حاول أن تأخذ الخبر من المنبع، من الأصل. مش تقول والله فلان حدثني وفلان حكالي عن فلان، لا، استمع من فلان مباشرة. وهذا معنى قوله تعالى أيضا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. كيف التثبت؟ تسمع منه مباشرة بعدما يأتيك الخبر. انظر، هذه السنة، سنة الإسناد العالي. حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: